استشاري جراحة تجميل، رئيس قسم جراحة التجميل والحروق في مستشفى راشد في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس جمعية الحروق ورئيس جمعية الجروح في الخليج. اليوم أنا بتكلم عن الطرق الحديثة اللي فكرت أني أقدمها خلال هالمؤتمر. أنا بتكلم عن طريقة ترميم الجروح اللي تكون موجودة في منطقة البطن. فكرت في هالموضوع صار لي أكثر من 10 سنين، وهالأشياء أنا أحب أني أشاركها وياكم، لأن أنا أحب أني أشوف الموضوع out of the box. أغلب الناس يتبعون الطرق الحديثة أو القديمة اللي موجودة اللي نسمحها في المؤتمرات في ورشات العمل، لكن أنا أطلب من كل الدكاترة أنهم يسمعون اللي يسمعون يشوفون هاي الطرق ولكن ما يتبعونها 100%. حاولوا أنكم تعدلون فيها، تغيرون فيها، تشوفونها بنظرة ثانية عساس تطورون من هالشيء. وهالشيء اللي أنا سويته قبل تقريباً 8 لـ10 سنين، شفت الطرق اللي موجودة في إعادة ترميم الجروح والفتاق أو الضعف في عضلات البطن اللي موجودة في المرضى اللي موجودين في عنا في المراكز واللي موجودين في العالم. فشفت الطرق المتبعة طرق يعني ما تصلح لنا نحن، لأنهم يستخدمون خلايا غير طبيعية مصنعة، ممكن الخلايا هاي تكون صناعة اصطناعية 100%، أو ماخذينها من الحيوانات بأشكال مختلفة. فشفت أن هالأشياء من ناحية السعر، من ناحية المبدأ، من ناحية صحة الإنسان نفسه، شفت أن هالشيء يعني مو ممكن نحن نطبع عنه. ففكرت شو الطرق الثانية، فسويت الأبحاث، الطرق، عدلت في التكنيك اللي عندي لما توصلت للطريقة اللي ممكن أستخدم غشاء الجسم نفسه من المريض نفسه، إعادة ترميم المكان بدون أي مشاكل صحية، بدون استخدام أي مواد غريبة، بدون تكلفة، وسرعة استجابة المريض للعلاج، وسرعة رجوع المريض للشغلة وحياته الطبيعية بالكثير في خلال 3 لـ4 أسابيع. وهذا شجعني أني أطور الأفكار أكثر وأكثر. فبحثت في أمور ثانية، في طرق ثانية، في طرق استخدام الليزر، في طرق استخدام أفكار جديدة غير تقليدية. فأنا أشجع كل الدكاترة الجدد والقدامة. القدامة يمكن صعب أن الواحد يقنعهم أنهم يغيرون أسلوبهم، لأنهم خلاص تعودوا على طريقة وماشيين عليها. لكن أتمنى من الجيل الجديد أنهم يشوفون اللي نحن وصلنا له ويحاولون أنهم يعدلون ويغيرونه لمصلحة المرضى. وفي النهاية يوم تشوف المريض مرتاح ومستانس بالنتيجة اللي أنت وصلت إليها، فهذه تكون مثل صدقة جارية لك. وشكراً.